قرب الانتخابات المقبلة، يستعد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لخوضها أملا بالحصول على ولاية ثانية في رئاسته لمجلس النواب، حيث يتحرك الحلبوسي مستغلا ثقله في الأنبار وتأثيره على شيوخ القبائل العربية السنية، مجددا تأكيده بأن المحافظة ماضية قدما في تطورها العمراني على غرار إقليم كردستان العراق. ويبدو أن الحظ قد لعب دوره أيضا مع رئيس البرلمان الذي يتساقط خصومه واحدا تلو الآخر. بدأ من رئيس حزب الحل جمال الكربولي الذي وجهه تهما بالفساد اعتقل على إثرها من قبل لجنة مكافحة الفساد، فضلا عن طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب السنة والذي وصل إلى البرلمان. أما من جهة أخرى فيحاول منافسو الحلبوسي إعادة ترتيب صفوفهم وخوض الانتخابات، وأبرزهم السياسي السني خميس الخنجر الذي شكل تحالف العزم لخوض الانتخابات، وبرفقته شخصيات أخرى من بينهم وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي ورئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، فضلا عن شخصيات سنية أخرى. أما التحالف الثالث فهو بقيادة أسامة النجيفي، وقد جرى الإعلان عنه في شهر شباط الماضي تحت مسمى المشروع الوطني للإنقاذ مع سياسي ورجل الأعمال جمال الضاري، مؤكدا أن التحالف الوحيد سيكون مفتوحا أمام الجميع.